بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا مع بعض في عملي الكونكتيف تيشو. طبعا الكونكتيف تيشو يا شباب احنا هنتكلم على 3 فيديوهات ان شاء الله. الفيديو الاولاني هنتكلم فيه عن الفايبرز، تمام كده، والفيديو الثاني هنتكلم فيه عن الخلايا السيلز بتاعت الكونكتيف تيشو، والفيديو الثالث هنتكلم على التايبس بتاعت الكونكتيف تيشو، انواع الانسجه بتاعت الكونكتيف تيشو، تمام كده. فالفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هنتكلم على الفايبرز، ولازم طبعا اذكركم ايه هي الفايبرز بتاعت الكونكتيف تيشو. طبعا لو حد فاكر اهم واحد واول واحد طبعا لازم نتكلم عنه هو الكولاجين فايبر. كولاجين فايبر يا شباب من الفايبرز المهمه جدا في الجسم، ولو طبعا احنا هنشوف له صور على فكره بالترانسميشن الكترون مايكروسكوب، ودي خد بالك منها، وفي عندنا السكاننج الكترون مايكروسكوب. عادي لو في الترانسميشن الكترون مايكروسكوب لو كتبت الكترون مايكروسكوب كده خلاص عادي ما فيش مشكله، انما لو السكاننج الكترون مايكروسكوب نسيت حرف الاس او نسيت كلمه سكاننج يبقى معنى كده انت تنقص نص الدرجه، تمام كده؟ يعني كلمه سكاننج لوحدها على نص الدرجه، تمام كده يا شباب؟ طيب نفكركم برده ان الترانسميشن الكترون مايكروسكوب ده اللي هو الميكروسكوب اللي بيجيب التفاصيل بتاعه الكولاجين فايبر من جوه، انما السكاننج الكترون مايكروسكوب كان بيطلع لو فاكرين صوره كنت بقول لكم صوره 3 دي، تمام كده؟ تمام. طيب بعد كده او تاني نوع من الفايبر في عندنا الريتيكولار فايبر. الريتيكولار فايبرز بتبقى عامله زي الشبكه يا شباب، وعلى فكره لينا فيها او لينا ليها معانا صوره برضو سكاننج، وما تنساش ان كلمه اصلا ريتيكولم، ريتيكولم معناها اصلا نتورك او شبكه، تمام كده. فانت اصلا لما تشوف صوره عباره عن شبكه كده متداخله مع بعضها تعرف ان دي ريتيكولار فايبرز، تمام كده. وفي معانا صور للالاستيك فايبرز، تمام كده يا شباب. تمام. طيب دول كده انواع الفايبرز اللي في الكونكتيف تيشو. طب تعالى نتفرج عليهم كده واحده واحده. اول واحده دي يا شباب قال لك والله دي صوره عاديه جدا، هل كده يا شباب هي جايبه او الصوره دي بتاعت ايه؟ طبعا اول حاجه الصور كولاجين فايبر مرصوصه جنب بعضها عادي جدا ما فيش اي مشكله. طيب هل هنا دي صوره 3 دي؟ لا مش 3 دي، وما تخليش الصوره دي تخدعك، مش عشان هي صوره شكلها حلو فتفكرها 3 دي، تمام كده. طب انا افرق لك ازاي عشان اقنعك ازاي ان دي مش 3 دي؟ بص على الصوره دي، يبقى شايفين الفرق ما بين الصوره دي يا شباب والصوره دي؟ يبقى مين فيهم اللي 3 دي بقى؟ مين فيهم اللي جايبه لك الشكل كانك شايفه قدام عينيك كده؟ بص اهي الصوره اللي قدامنا دي هي دي اللي 3 دي، تمام كده؟ فدي اللي نقول عليها سكاننج الكترون مايكروسكوب للكولاجين فايبر، انما الصوره دي يا شباب مش صوره 3 دي، ما تخليهاش تخدعك لتاني مره. يبقى تاني، يبقى الصوره اللي قدامنا دي ممكن نزود كلمه ترانسميشن الكترون مايكروسكوب للكولاجين فايبر، تمام كده؟ طيب والصوره دي طبعا خلاص بقى احبال كده قدامنا، الصوره شكلها 3 دي واضحه جدا، يبقى دي سكاننج، خد بالك السكاننج ده على نص الدرجه، الكترون مايكروسكوب اوف الكولاجين فايبر على نص الثاني، تمام كده؟ فسكاننج مهم جدا يا شباب، تمام كده؟ طيب بعد كده تعالى للصوره اللي دي، قال لك الصوره دي يا شباب شبكه، شبكه قدامك، شبكه عنكبوت متداخله، هي عامله زي السلوك بتاعت الكهرباء اللي بتبقى داخله ببعضها، تمام كده؟ طبعا صوره برضو 3 دي سكاننج الكترون مايكروسكوب، بس المره دي ريتيكولار فايبر، يبقى هتفتكر ان دي شبكه، شبكه عارفين شبكه الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى داخله ببعضها، فانت هتفتكر كلمه شبكه يعني نتورك اللي هي باللاتيني يعني ريتيكولم، وبالتالي يبقى دي اسمها ايه؟ ريتيكولار فايبرز، تمام كده؟ وما تنساش نوع الالكترون مايكروسكوب ايه؟ سكاننج، تمام كده؟ على نص الدرجه برضو، تمام كده يا شباب؟ طيب بعد كده الصوره دي ما تعرضتش في البرزنتيشن بتاع المراجعه، ولكن ما فيش يعني ايه لا باس لو ايه لو عرفناها برضه. طبعا الصوره دي تقريبا الالاستيك فايبر كنت انا قلتها لكم في الفيديو بتاع المقدمه اللي في الاول خالص، قلت لك بتبقى عامله زي الامواج، تمام كده؟ امواج كده مترصصه في طبعا في الجدران بتاعه البلاد فيزلز، تمام كده؟ فدي اسمها ايه يا شباب؟ الامواج دي اسمها الالاستيك فايبر، اسمها ايه؟ الالاستيك فايبر. وطبعا الالاستيك فايبر هي اللي بتكون الالاستيك تيشو، تمام كده؟ وخد بالك ان الصبغه دي اسمها صبغه الاوروسين، خد بالك برده ما تعرضتش في البرزنتيشن بتاع المراجعه بتاعت الكليه، ولكن عموما برده ايه يعني اعرفها من باب الاحتياط وخلاص، تمام كده؟ تمام، يبقى دي الاستيك فايبر ان الاستيك تيشو مسبوق بايه؟ بالاوروسين، تمام كده؟ تمام. طيب بيبقى موجود فيها اجزاء زي الليجامنت بتاع الفيرتبرال كولامين، التروفوكال كورديس، تمام، اشهر الخلايا بتبقى موجوده فيها الفايبر بلس عشان تصنع الالاستيك تيشو ده، تمام كده يا شباب؟ طيب ما علينا من الصوره دي، خلاص الصوره دي زي ما قلت لك اعرفها كده من باب المعرفه عشان هي ما تعرضتش اصلا في البرزنتيشن. طب تعالى للصوره دي بقى، قال لك الصوره دي بص احنا علينا ايه؟ علينا الصوره دي اصلا بتاعت ايه؟ ريتيكولار تيشو برضه يا شباب. طب انا بعرفها ازاي؟ من حروف اليو شباب، تلاقي او حرف الواي، تلاقي في حرف واي كتير كده، بص شايفين في حرف واي، تمام كده؟ حرف واي كتير كده تلاقيه في النسيج ده، تمام كده يا شباب؟ ده تعرف على طول ان ده ايه؟ ريتيكولار تيشو، خد بالك الصبغه دي مسبوغه بالسيلفر ستين، تمام كده؟ تمام. طيب يبقى خليك فاكر الصوره دي يا شباب ايه؟ عباره عن ريتيكولار تيشو مسبوغ بايه؟ بالسيلفر. خد بالك لو هو محدد لك الصبغه لازم يعني صبغه، لو صبغة اي صبغه غير الاتش اند اي الصبغه بيبقى عليها نص الدرجه، تمام كده؟ فهو بيبقى محتاج ان انت تقول ان دي ريتيكولار فايبر
مسبوغه بالسيلفر ستين، تمام كده. معانا صوره تانيه برضو للارتيكولار فايبر اللي هي الصوره دي يا شباب اهو، تلاقي في حاجات كده لونها اسود، يبقى تعرف على طول ان دي ايه، سيلفر ستين. يبقى تاني شبكه عنكبوتيه يا شباب، يبقى دي ريتيكولار فايبر مسبوغه بالسيلفر ستين. ادي دي نص الدرجه والسيلفر ستين نص الدرجه، تمام كده يا شباب. يبقى سواء جاب لك الريتيكولار فايبر دي او جاب لك الريتيكولار فايبر ده اهي، او جاب لك الريتيكولار فايبر الشبكه العنكبوتيه اللي بالالكترو بالسكاننج الكترون مايكروسكوب، دي كلها ريتيكولار فايبر. يبقى في عندنا ثلاث صور ريتيكولار فايبر، سكاننج الكترون مايكروسكوب ريتيكولار فايبر، عندك الريتيكولار فايبر بالسيلفر ستين، والصوره دي برضه ريتيكولار فايبر مسبوغه بالسيلفر ستين، تمام كده يا شباب. تمام، ده كده بالنسبه لايه، بالنسبه لانواع الفايبر. اظن الموضوع كده بسيط سهل ما فيهوش اي مشكله، تمام كده يا شباب. يبقى كده الفايبرز هتلخبطنا، تعالى نراجع عليهم بسرعه كده. ادي يا شباب ادي الكولاجين فايبر، بس ده ترانسميشن الكترون مايكروسكوب، قلت لك مش هتلخبطك. ادي شكل حبال قدامك، يبقى ده السكاننج، انما ده ترانسميشن عادي جدا، تمام كده. تمام، ادخل على الريتيكولار فايبر، ادي صوره الريتيكولار فايبر سكاننج، ادي صوره ثانيه للريتيكولار فايبر اللي هي دي بالسيلفر ستين، وادي صوره ثالثه للريتيكولار فايبر برضه بالسيلفر ستين، تمام. وصوره واحده للالاستيك، زي ما قلت لك هي اصلا ما اتعرضتش في البرزنتيشن، ولكن ممكن تعرفها من باب الاحتياط، بتبقى عباره عن زي موجات البحر كده يا شباب، امواج البحر، تمام كده، وبتبقى صبغه بتاعت اسمها الاوروسين ستين، تمام كده. تمام، ده كده بالنسبه لايه يا شباب، بالنسبه للفايبرز اللي علينا، تمام كده يا شباب. بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يوفقكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك.